مشاهدنا من جديد. طبعا الكل يعرف انه يعني شعار قناتنا مصداقية وحوار والتعايش، المصداقية بنقل الحدث، الحوار منصة لكل ما يشغل الشارع العراقي، التعايش يشغل كل الحالات الإنسانية والتعايش السلمي وبكل حبود بين كافة أطياف الشعب العراقي. اليوم باستضافتنا شاب مستقل عراقي وظف جهوده وإنسانيته لخدمة كل عراقي محتاج من كل الجوانب الإنسانية الصحية وحتى النفسية. طبعا اليوم معانا الأستاذ حمزة السعيد. طبعا كمية اللي أفكر به العمل الإنساني اللي أنت تقوم به بصراحة خلى يعني ذهني يشعر بمكان العمل والعطاء اللي موجود بداخلك. أستاذ حمزة، اليوم احنا راح تحاول كل الأشياء اللي أنت تقوم بها والبرنامج الإنساني اللي هو الرحمة والإنسانية. طبعا العنوان بداية أنت شرفتنا بحضورك ويانا اليوم ونورتنا أكيد وأضفت إلى برنامجنا الكثير، فحابين بالبداية نسألك عن تاريخ هذا البرنامج والسبب اللي دفعك لتكوين هذا البرنامج. أحسن، شكرا لكم، شكرا لحضرتك، شكرا على هذا الاستقبال الجميل، شكرا لقناتكم الموقرة والله يحفظكم إن شاء الله. الله يخليك، وحقيقة استقبال كلش يعني خجلني، يعني كمية الإنسانية أصلاً اللي أنت هي موجودة عندك غالبة على كل الأشياء قريب حقك. الله يخليك، رحم الله عليك. هذا البرنامج اللي حقيقة بدأ من أشياء بسيطة لكن اليوم الحمد لله والشكر هو كان سبب بإنقاذ حياة إنسان، والله سبحانه وتعالى يقول من أحياء للأحياء الجميع، صح؟ فالحمد لله والشكر بجهود الخيرين، بجهود الطيبين، بجهود الناس، بجهود العراقيين قدرنا نمشي بهذا المشروع الإنساني وقدرنا نغير من واقع ولو شيء بسيط، لأن تعرف أنت العراق إلى فقر، إلى مأساة، إلى مريض ما حد بحاله، إلى يعني هواي أكو مأساة داخل العراقيين، لكن إحنا خلال هذا البرنامج أسسنا حتى نقدر نوظف حياتنا وعملنا ومصداقيتنا أمام رب العالمين وأمام الناس اللي لا حول ولا قوة. زين، بداية أنت أنشأت هذا البرنامج من قبل 13 سنة. نعم. الخطوة الأولى والأساسية، القاعدة الأساسية دائما نعرف أنه أكو يا أما حالة أنه أنت عشتها أو مريض أنت شفته محتاج مساعدة وما حد قدم لها. الإنسانية موجودة بداخل كل إنسان، بس كيف الإنسان اليوم راح يوظفها؟ هذا الانطلاقة وشرارة الإنسانية اللي انطلقت بداخلك، من شنو السبب؟ نعم. اللي دفعك أنه أنت تقوم بهذا البرنامج. نعم. وأنت خلص ساعد شخص واحد وكنا اليوم نساعد بطريقة أو بأخرى، لكن أنت تبنيت اليوم واتخذت على عاتقك أنه ساعد أشخاص كل هواية، طرق المساعدة مختلفة وراح نتناولها أيضا. نعم. السبب الأساسي لانطلاق هذا البرنامج، السبب الأساسي الحالة الأولى اللي دفعتك لاتخاذ. نعم. هذه الخطوة. أنا موظف. نعم. موظف بالشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة. نعم. تعرفون كانت عندنا نشاطات نوزع سلات غذائية، كانت يعني حقيقة أكو أمور ما ظاهرة للإعلام. هاي قبل 13 سنة. قبل 13 سنة. طيب. وماكو يعني قلة هاي جزء الفرق التطوعية أو الأمور الإنسانية اللي جاي تداولها. فأنا كنت أروح وياهم. نعم. أروح وياهم بالسيارة مالتي الخاصة أوثق، لأن أنا مسؤول الإعلام مال المديرية مال شباب رياضة. لكن شفت هاي الخطوات اللي شلون الناس ما عندهم أكل وجاي ينطونهم. يعني تعايشت وياهم خلال هاي الأيام اللي جاي نوزع بيها السلالات الغذائية. قمت أرجع للبيت أقول هاي الناس يعني إذا ما نعطيهم ما راح يأكلون، من اللي راح نوزع عليهم؟ صار شعور يعني إنساني، بدأت الإنسان الإحساس بالمسؤولية تجاهه، إحساس بالمسؤولية. يعني بدل ما أفكر بعائلتي بديت أفكر بخمس عوائل. قيس على نفسك. بديت أفكر بعشر عوائل، صاروا 100، صاروا 200، صاروا 300. بديت خطوات بسيطة، قمت ما ألحق أنا يعني وحدي، جهود فردية ما تقدر. أحسنت. أسست شباب بينات يعني فريق تطوعي. يا بأكويت عوائل أنا بوحدي ما أقدر، خلي أنا وياكم نتعاون حتى نقدر نخدم هاي الناس. الشباب بدت مثل اليوم هو يسوي أكل ببيتهم، أنا أسوي أكل ببيتنا، صديقي يسوي. حلو. البنات يجمع من خلال اللي المبلغ الرواتب اللي يستلمون، هاي 10، هاي 100، هذا 50. يوم العيد نشتري لهم ملابس عيد، يوم رمضان نسوي سلات رمضانية، واللي يحتاج علاج بسيط. فبدأ العمل مالتنا خطوة خطوة لحد ما اليوم الحمد لله والشكر البرنامج. نعم. صار يخدم الناس ويخدم الناس اللي لا حول ولا قوة، وصار على مستوى العراق. نعم. طيب أستاذ حمزة، خلينا نتحدث عن البذرة الأولى للبرنامج. أنت كفكرة لما أجتك بالبداية
بالتأكيد هي الفكرة تحتاج إلى عدد من الأشخاص، وكذلك تحتاج إلى تمويل، تحتاج إلى مقر. كيف أنت يعني وفرت كل هذا كل هاي الأمور؟ والله هو حقيقة صار الجهود والضغط صار علينا، يعني إحنا تقريبا 5 أشخاص في هذا البرنامج، قسم من عندهم على العلاقات، قسم على الإعلام والمونتاج، وقسم يعني أعمال ميدانية. فحقيقة هواي ناس رادت تكون إنه مقر ويكون إنه بس، لكن هذا اللي يجيك لازم يقول لك تعال يصير إلي. احنا رفضنا هاي الاشياء كلها من تقريبا 13 سنه. تريدون البرنامج يكون تابع الى جهه معينه؟ ما تابع لاي جهه، انا احكي قدام الاعلام واحكي قدام كل الملأ، هذا البرنامج هو برنامج خدم انساني تابع للناس الفقراء وتابع رب العالمين، خلاص ما تابع لاي انسان. لكن الدعم اللي جاي يصير وهاي العوائل الهائله والناس المرضى اللي جات تعالج هي كلها بفضل رب العالمين وبجهود الناس، الناس اللي مستقله، الناس الخيره اللي الله ممكنهم، الاشخاص اللي وياك عملهم تطوعي. تطوعي كل احنا، انا بالذات انا عملي تطوعي. يعني ما لا مثل احنا منتمين مثل القناه رسميه او الجهه رسميه او الدوله او كذا، لا هو برنامج مستقل متطوع خدمة الناس الفقراء والأيتام. طيب. بالتوفيق. أيضا أنت اليوم مو فقط الحالات الصحية والمرضية اللي تم المناشدة لحضرتك والتيم مالتك وتعالجوها، حتى مترك الجانب الإنساني بترفيه الأطفال الأيتام، تأخذهم رحلات وجولات وتزويج الشباب، هذه أكو خطة تضعها أنت والتيم مالتك وتمشون عليها؟ نعم. وعلى أي أساس يتم اختيار الحالات اللي تقدم بالمناشدة لحضرتكم؟ احنا يوجهونا من خلال الصفحة مالتنا، يدزونا مثلا يقول اللي هي صفحه عفوا بس حتى تذكرها. نعم. حتى اي شخص ممكن بحاجه مساعده. نعم. يتقدم لها. نعم احنا الصفحه مالتنا هي برنامج الرحمه والانسانيه على الفيسبوك، يراسلون يعني مثلا اللي محتاج مثلا عمليه او مساعده. نعم. ويابا مثلا انا محتاج مساعده، احنا بعد الفريق مالتنا يتوجه ميدانيا يطلع الحاله يشوفها صحيح هي محتاجه، تدرسون الحاله؟ ندرس الحاله. نعم. بعد نوثق الحاله للناس، يقول لهم يابا هاي العائله محتاجه مبلغ مثل مبلغ 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين 10 ملايين، هاي تحتاج مساعده، بدت الناس مثل تلمها، هذا مثلا يدز 100,000، هذا يدز 25,000، واكو ناس حتى 5,000 دينار على قدر المستطاع. على قدر المستطاع والحمد لله والشكر، تصير اموال وبعت لي المريض او المحتاج هو يكون يستفاد من هذه المبادره. نعم. طيب استاذ حمزه، يعني كيف طريقه التواصل مع الناس اليوم؟ هم اللي يوصلوا لك لو انت اللي تبحث عنهم؟ إضافة إلى هذا، كثير من البرامج الإنسانية نشوفها أنه يوزعون صناديق في مكانات معينة وعلى المحلات وعلى العوائل، ويكون جباية الأموال بهذه الصناديق، وبعد فترة يستحصلون منها الأموال ويقومون بها بالأعمال الخيرية. اليوم أنت هم أيضا تستخدم هذا المبدأ، يعني توزيع الصناديق واستحصال الأموال من عندها، لو بطريقة ثانية يكون عملك؟ إحنا بعض الأحيان إحنا مباشر نروح للعوائل، يعني من خلال الجولات الميدانيه، مثل نوزع مثل كل فتره مثل برمضان او بالعيد نوزع ملابس او سلات غذائيه. انت لازم تصطف عندك عائله مثل تحس عندها فد نقص، مثل مريض او محتاج فد بناء او محتاج فد وسيله يعني عمل، احنا من خلال ومرات لا هم يجون على الصفحه مالتنا. احنا قلت لك نطلع عليهم ميدانيا نشوف الحاله مستحقه، بعدها نوثق الحاله للناس اهل الخير، بعدها نوفر اللي يريده هو المريض او الفقير. وايضا اكو يعني عوائل متعففه هي يعني ما تسمح لنفسها انه تطلب. صح. اكو طلبات تقدمت لكم من قبل اشخاص هم ما محتاجين لكن باسماء انه ما يقدرون يطلبون من عندكم فيوصلوكم للعائله المحتاجه. نعم. قدرت تقنع هيك عوائل وتقدم لهم المساعده؟ نعم. هسه مثل حضرتك انت. نعم. تقولين مثلا انا عندي فد 5 عوائل وهاي العوائل يعني صعبه مثل هم يستحون يطلبون. نعم. بس انا بطريقتي الخاصه قدرت اوصل لهم. نعم. احنا بنروح لهم شوف شو مثل اذا متطلباتهم يعني شيء بسيط يعني مثلا ومقدور عليه احنا نقدر نوفره بدون حتى اعلاميا، بدون حتى ما نظهر صورتهم، بدون حتى ما نجيب لهم يعني ما نحسسهم هم يعني ناس مستضعفين او فقراء او محتاجين. نوفر لهم اللي يردونه حسب علاقاتنا. مثل اذا علاج احنا مثلا متعاونين ويانا بعض الاطباء والصيادله نجيب العلاج نوفر لهم بدون ما احد يعلم، او اذا او طبيب مثلا يحتاجونه احنا هم ناخذهم الطبيب احنا وياهم نرافقهم ونوفر هذا الطبيب اللي يحتاجونه. نعم. استاذ حمزه، ايضا زميلتي ذكرت قبل شوي انتم الاعمال اللي تقومون بها متنوعه وكثيره، لذلك
حابين نتحدث في الجانب الصحي أيضا، عندكم أعمال خيرية كثيرة منها تسفير كثير من المرضى إلى دولة الهند لتلقي العلاج وعلى المستوى المحلي أيضا، وكل ما يخص الجانب الصحي سواء عمليات الأطراف، عمليات زرع الكلى وغيرها. نعم. الحمد لله وشكر. احنا الأول والأخير هو رب العالمين، بعدها احنا مسلطين الضوء على البرنامج مالتنا. احنا هذا قدر صار عندنا جمهور من خلال البرنامج مالتنا، نوثق الحالة ننشرها، بعدها نجمع أموال، بعدها ناخذ العوائل. هاي الأموال الهائلة اللي جاي تصير هي من خلال مبالغ بسيطة وتصير أموال والحمد لله وشكر. بعض الأحيان يصير ضغط يعني العوائل، مثلا تعرف انت سفر خارج العراق مو شيء سهل، يعني مثلا يحتاج الى مثلا 30 مليون او 20 مليون او 10 ملايين، هو يحتاج مبالغ هذا اللي يسافر. اضافه الى داخل العراق العوائل مثلا اللي محتاجه مثلا زرع العمليه مال العين او الرجل او زرع الكلى او هو تفاصيل من الانسان اللي يحتاجها. احنا ويانا تقريبا 150 طبيب أو ممرض أو صيدلاني، فهذا 150 طبيب انضموا ويانا، شافوا العمل مالتنا إنساني، شافوا العمل مالتنا تطوعي، قالوا إحنا مستعدين أي عائلة تحتاج عملية إحنا مستعدين مجانا من خلال برنامجكم ومن خلال أنتم تشوفون عائلة فعلا مستحقة إحنا نوفر لهم عملية مجانا حتى إذا كانت مبالغ هائلة، يعني 10 ملايين 5 ملايين إحنا مستعدين، ومستشفيات حكومية يعني. جميل. ايضا في ظل هذه الظروف الحجر الصحي والحظر الاجوال اللي دا يصير، الحالات عندك ما زالت مستمره. نعم. وتحتاج اجراء ايضا عمليات مثل ما انت وصفتها، العمليات المستعجله. نعم. اللي ما تقدر تاجلها لانه ممكن تودي بحياه الشخص اللي مناشدكم. نعم. شلون بتقدر توفق بين في ظل هذه الظروف في تقديم المساعده للاشخاص المحتاجين؟ تصير معاناه مثل يعني تحركاتنا، تعرف سيطرات منع تجوال. نعم. قطوعات كذا، يعني هم مرات تصير ظروف، يعني مثلا نحكي ولا بالسيطره يا بهيك طالعين على حاله مرضيه، مرات يتعاطفون ويانا روحوا، مرات لا نبقى ونرجع ونحاول ونرجع ونحاول ونرجع، بس لكن احنا نبقى مصرين، اذا ما نوصلهم نبقى ناخذ معلومات من العائله وننشرها من خلال التواصل الاجتماعي حتى نقدر اللي هم يحتاجونه نوفر لهم من خلال الفيسبوك. طيب استاذ حمزه، انتم عملكم حصري في محافظه بغداد ولا تتعاملون مع كل المحافظات؟ لا الحمد لله شكر جميع المحافظات العراقيه. ممتاز. اي انسان الله سبحانه وتعالى خلقه ها يحتاج مساعده فهذا البرنامج يكون موجود. كل التوفيق لك. ومن بعض الحالات الانسانيه ايضا المساعدات اللي تقوموها توفير دور سكنيه. خطه العمل من يضعها؟ كيف اليوم انتم تجمعون يعني الدار السكني اكيد حيتملكوه لشخص. صح. شنو هي يعني الخطه اللي توضعوها حتى تقدرون توفرون هذا المبلغ بالطريقه المناسبه حتى توفرون سكن ملائم لصاحب المناشده؟ نشر الحاله بالفيسبوك. يعني انت من خلال كلامك انا اذا اشوف معتمد على السوشيال ميديا، بس السوشيال ميديا يعني هو اللي التواصل الاجتماعي هو اللي جاي ينقذ هاي الناس، هذا الاستخدام الايجابي. نعم. للسوشيال ميديا. لا و100% انا قلت يعني بالنسبه احنا ما نقدر نتحرك اذا مو الصفحه مالتنا. يعني مرات مثلا اكو عائله مثلا بالناصريه او بالعماره او بالبصره، يعني شلون تقدر توصل لها انت شلون تقدر توصل لي اذا مو مثلا عن طريق التواصل الاجتماعي؟ فانت تدز لي مثل تقارير، هواي سهل لي امور، تدز لي التقارير وتدز لي الصور وتدز لي هواي اكو تفاصيل. انا اقدر اسحب هاي ادز مثل للمريض او ادز للشخص المعني، يا بهاي عائله محتاجه مثل علاج او عائله محتاجه مثل سكن، احنا من خلال هاي نقدر نتواصل وياهم وتسهل علينا هواي امور. نعم. طيب استاذ حمزه، يعني اكو ناس حاولت عن طريق هاي الاعمال اللي تقومون بها انه يدخلونكم بحجة أنه عندهم شخص مريض أو كذا أو شخص محتاج، لكن بطريقة عفوا النصب والاحتيال حتى يتحصلون على أموال. هواي هيك أكو ناس. مع احتراماتي يعني الناس الخيرة والطيبة. هواي أكو ناس هيكي يدخلون بحجتهم وما عندهم، وإحنا فقراء وإحنا كذا، وهم بالعكس هو تطلع عنده وتطلع هو أصلا ما محتاج. يعني أنا فد مرة جيت رحت يعني مكان تقريبا 3 ساعات أمشي بالسيارة، وصلت مكانه منها مسافة، قلت له أنا موجود، قفل التليفون واليومك لحد الان. يعني وانا رايح له على قضيه مرضيه، قال لي خابرني، قال لي اكو دكتور طلب علي 5 ملايين. فاتمنى عندكم دكتور انا شايفه يطلع وياكم يسوي عمليات مجانا، ممكن هذا يسوي لنا عمليه؟ قلت له انا جايكم.
خل استفسر من الحاله مالتكم فعلا مستحقه وانا مستعد اتكفل بالعمليه. راح نقف على التليفون مع الاسف يعني. طيب حضرتك تقوم بمساعده العوائل يعني المدنيه، ايضا تقوم بزياره مؤسسات حكوميه، نعم، دور العجزه، يعني كبار السن، نعم، الايتام، نعم، زرت حتى مستشفى امراض يعني عافانا وعافاكم الله امراض السرطان للاطفال، نعم، يعني تقومون بمثل هذه الزيارات الميدانيه؟ يعني قمنا بمستشفى البصره للاطفال الامراض السرطانيه، مدينه الطب، دار العجزه، كبار السن، هواي سوينا لهم فعاليات، نعم، يعني قدر المستطاع قدرنا يعني ناخذ فد هدايا بسيطه، نسوي لهم العاب، ناخذ ويانا فد فنانين يقدرون يغيرون فد لهم جو، حلو، العاب سحريه، هيك هاي التفاصيل، اضافه للايتام سوينا لهم هواي برامج يعني اخذناهم، ومن ضمن البرامج اخذناهم المول زيونه سوينا لهم احتفاليه وهدايا واكل وشرب وقدرنا نغير من حالهم، يعني واحنا شو نريد نقدم؟ احنا برنامج مثل مو تقولين برنامج حكومي، صح، او مؤسسه حكوميه او تابعين مثل الشخص بجهه معينه، نعم، صح، لكن احنا قدر المستطاع، لكن الله سبحانه وتعالى ميسر هاي الامور كلها الحمد لله. طيب استاذ حمزه، ايضا انتم تتلقون كثير من المناشدات والطلبات من على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحتكم الخاصه بالبرنامج اللي تخص مناشدات الناس حول احتياجاتهم، لذلك حابين نعرف انت اليوم المعيار اللي تقيسون عليه، المعيار اللي تختارون به الحاله، يعني انت باليوم مثلا يوصلك فد خمس حالات او ست حالات، شلون ممكن انت تختار الاهم ثم المهم؟ نعم. تجينا حالات مثلا، تجينا حاله مثلا محتاجه مثلا الى اكل او ملبس او بناء، بس اذا تجيك حاله طارئه بين الحياه والموت شلون؟ انت لازم، نعم، تفضل الحاله المرضيه. نعم. احنا يعني جاي نسلط الضوء على الحالات المرضيه، حالات المستعصيه اللي مثل صعبه مثل تتاخر يوم يومين، لكن احنا اذا جتنا حاله مرضيه يعني نخلي ابو البناء او الملابس ونروح على الحالات المرضيه. حلو. اقرب حاله انت اجريتوها يعني صحيه اجراء عمليه متى كانت؟ تقريبا اول البارح. اها، شو هاي؟ احكي لنا على هذه الحاله. هاي الحالة من محافظة بغداد، من محمودية. هذا الطفل يعني صار تقريبا أكثر من سنة يعاني، نعم، ويختنق وما ينام ويحتاج عملية، وعنده هاي العملية كلش يعني هم مكلفة وهم صحيا. شلون كان يعاني هو؟ فتحة بالفتحة الأرنب يسمونها. فنزلنا الحالة مال الطفل، نعم، خلال يوم واحد اتصل بنا دكتور أحمد، نعم، قال أنا مستعد أتكفل بها ايش قد ما يكون المبلغ وبمستشفى أهلي، وتكون هاي محافظة تكريت هي محافظتكم الثانية، يعني كل محافظات العراق ما شاء الله، يعني خصوصا أهل الغربية معروفين بكرمهم وشجاعتهم. والله كرمهم زاد يعني الضيافة، إحنا والبرنامج والعائلة ما شاء الله، محافظات ما شاء الله عليهم، هاي يعني تحسها نعمة. إحنا وين ما نروح أكو استقبال، أكو ناس ما تعرفنا، صح، اللي يقول لك اللي ما يعرفك ما يثمك، صح، بس اللي يعرفنا ما شاء الله يعني جاي يعني بالسيطرات، الناس يعني الناس المناطق الشعبيه، هذول الشباب اللي جاي يقدمون شيء حلو، انت تشوف شاب يتلقاك بالشارع، صح، او مره او 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 طفل او كذا، يعني هذا اللي يساعد هاي العائله، هذا شيء حلو، تحس يعني بالمسؤوليه، تحس انت اليوم جاي تسوي فد شيء، تقدم شيء انساني، انت ما عندك امكانيه تقدر تقدمه، بس انت جاي تقدمه يعني، رغم انت مثل عمليه 50 مليون، انت احنا ما عندنا هاي الامكانيه، بس انت جاي تقدمه، اكثر من عمليه زرع كلى 50 مليون، اكثر من سفر يعني اكثر من شخص، يعني احنا مره اخذنا 10 ومره اخذنا 13 ومره اخذنا 12 عائله، يعني هذا مو شيء سهل، تاخذهم للهند، صح، تسفرهم وتعالجهم وتجيبهم شيء حلو وتروح وياهم تتحمل مسؤوليه وعمليه، تدخل وياهم داخل صالات العمليات، يعني احنا بعض المستشفيات الاطباء يسمحون لنا ندخل وياهم نصور نوثق نحفز الناس، يابا اكو هيش ناس محتاجه دعاء، محتاجه مبلغ، محتاجه علاج، نخلي الناس تحس بهاي المسؤوليه. نعم، كل احنا اليوم احنا المفروض نمشي بمبدا انه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ايضا حابين نسالك عن حالات مستعصيه استشاروك او تقدموا لك بطلب للعلاج، لكن العلاج انه ما كان متوفر او العلاج لقيت صعوبة بعلاج هذه الحالة، لكن لحد الآن هي تكون تأثرت بها أنت أو حبيت تقدم لهم
الشيء اللي تقدر عليه وما قدرت يعني، فحالته كانت مستعصية أكثر من وجود المتاح من العلم. أكو بعض الحالات هي ما لها حتى علاج. إحنا نتألم داخلنا حقيقة، ومرات أنت مثل تقول مثل أكو فت حالة، إحنا خلال عملنا، خلال جولاتنا الميدانية، خلال علاقتنا بالأطباء قلنا نعرف. يعني ما شاء الله ذاك يوم نقيب الأطباء يقول لي أنت شنو طبيب؟ دكتور احكي وياه يقول لي انت شنو يعني، انت دكتور طبيب شنو، انت شو جاي يعني تناقشني بما انه انت تعرف يعني كل الاشياء. قلت له دكتور احنا مارسنا هاي الاشياء الطبيه وعرفنا كل الاشياء. اكو قلت لك بعض العمليات ما تصير لها يعني. يعني انا اوجه لك رساله اقول لك يا مثلا هيك عمليات بعد لا تدز، لان انا اتالم وهي ما تصير لها تشاره. مثل هاي العوق الشلل الدماغي يعني هذا صعبه علاجه. هو طفل تشوفه متألم ما يقدر يقوم ما يقدر يمشي، هذا طفل يريد يعيش حياته، يريد يمارس حياته حال الأطفال، لكن انت من تشوفه ما تقدر تقدم له شيء، يقول ما بلي تحيلي، شو تريد تسوي انت؟ طبعا الوقت كان كلش قصير مع حضرتك، استمتعنا بتواجدك. الله يحفظك جدا، الشكر موصول لحضرتك ولكل من يساهم اليوم بزرع ابتسامه او يقوم بمساعدتك او اليوم انه يتبنى عائله ويرتقي بها من مستوى الى مستوى اخر. جميل انه الشعور الانساني والاحساس بالمسؤوليه تجاه وطنك تجاه كل فرد. اعتقد عندك كلمه اخيره حاب انت توجهها. نعم. تفضل. طبعا من خلال كاميراتكم ومن خلال قناتكم الموقرة، وأشكركم مرة ثانية. عفوا. أشكر حضراتكم. شكر موصول حضراتكم. شكر الموصول لله سبحانه وتعالى، العفو، وثم للناس أهل الخير وأهل الرحمة اللي جاي هم يدعمون هذا البرنامج. وما ننسى الدور الكبير ست هيفاء الحسيني اللي حقيقة دائما متواصلة ويانا وقالت احتضروا هاي القناة قناتكم وأنا داعمة لكم. فمن هذا المكان أقدم لك كل الشكر والتقدير، وأعتبرك أنت مساهمة للناس الفقرة والناس اللي لا حول ولا قوة، فشي أكيد هاي الرسالة راح توصل حتى تكونين أنت مساهمة بهذا الدعم. شكرا لكم مرة ثانية. طبعا أكيد إحنا أيضا بدنا نقدم شكرنا للست هيفاء الحسيني اللي سباقة دائما بالإنسانية اللي موجودة بداخلها. وصلنا لختام فقرتنا لكن مشوارنا ما زال مستمر، ونروح إلى فقرة ميكس مركز أريدة إلى هناك.